من منطقة المدينة المنورة وتطبيقا للإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد 19، ننقل لكم عبر سناب الداخلية الجهود الميدانية من قبل قوة المهمات والواجبات الخاصة لتطبيق تلك الإجراءات على أرض الميدان. عليك مخالفة عدم ارتداء الكمامة بشكل صحيح. كمامة تلبسها بشكل صحيح دائما. كمامة بخلف. إن شاء الله حماية لك. أنتم جالسين جنب بعض بدون ارتداء الكمامة. أنا ورا كنت أسوي الشركات أول. تو حطيت الآن. رغم حالك داخل محلك ما تنزل الكمامة. برا أنا برا. أنت الآن مخالف. أنت مخالف وأنت مخالف لارتداء الكمامة. أنا بحرر لك مخالف. مسؤوليتك أنت. أنت الآن خليت بلا مقياس الحرارة، أنا سأحط لك مخالفة. تواجد مستمر في كافة المواقع العامة وذلك لتطبيق الإجراءات الوقائية وتحرير المخالفات بحق المخالفين لها. حتى لو كنت تتكلم المفروض أنك تكون لابسها بشكل صحيح في مكان عام الآن. الآن بحرر لك مخالفة.